مقتل 13 عنصرا تكفيريا في عملية للقوات المسلحة وسط وشمال سيناء. في خطاب أمام لجنة مواجهة الكوارث الطبيعية، قيس سعيد يقول أنه عازم على تطهير تونس من كل الفاسدين. على وقع إعلان مرتقب لبناء 2200 وحدة استيطانية، رام الله تعلن رفضها لكافة مشروعات التوسع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية القضاء على 13 عنصرا تكفيريا خلال تبادل لإطلاق النار ضمن جهود مكافحة الإرهاب وسط وشمال سيناء. وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إنه نتيجة للعمليات العسكرية التي تم فيها ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، نال شرف الاستشهاد والإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة المصرية. قال الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب أمام لجنة مواجهة الكوارث الطبيعية إنه عازم على تطهير بلاده من كل الفاسدين. بعض في تونس مكانه قنوات تصريف المياه، أن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد من كل الأدران التي علقت به على مر العقود. ستطهر المجاري، وستطهر غسالة النوادر السياسية. هؤلاء الذين عبثوا بالتونسيين، عبثوا بهم في كل مظاهر الحياة حتى صار الناس ظمأة من العطش. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن شبكات الفساد في تونس أطول وأعقد من شبكات تصريف المياه. شبكات الفساد في تونس التي هي أطول وأعقد من شبكات تصريف المياه. ماء مقطوع في بعض المدن لمدة تفوق نصف شهر في مدينة المتلوي، ولكن حينما توفرت الإرادة عاد ماء إلى القنوات وعاد الماء في ظرف 24 ساعة. استعدادات
الضرورية. تحرك الرئيس التونسي قيس سعيد غير المنتمي لأي حزب من أجل التصدي للكسب غير المشروع في قطاع مهم مثل الفوسفات بعد سيطرته على سلطات الحكومة الشهر الماضي يدفع المواطن التونسي أكثر وأكثر إلى تقبل فكرة العودة إلى النظام الرئاسي الذي يتحمل فيه طرف واحد مسؤولية الحكم وتسيير الدولة والإمساك بزمام الأمور بحسب مراقبين للشأن التونسي. وبحسب هؤلاء المراقبين يرى التونسيون أن النظام الرئاسي سيفرض القانون ويحاسب الفاسدين دون نزاعات سياسية ومحاصصات حزبية وسيرجع للدولة هيبتها التي تزعزعت في السنوات الأخيرة. فالتقارير الرسمية والأحكام القضائية أظهرت أن قياديين كثر في أحزاب سياسية متورطون في جرائم فساد مالي ما جعل المواطن يفقد الثقة في هذه الأحزاب التي تظاهر أغلبها خلال حملاتها الانتخابية بأنها ستحارب الفساد إلا أنها تحالفت معه على غرار تحالف حركة النهضة مع حزب قلب تونس الذي يتهم رئيسه بجرائم فساد مالي. ومن ثم أصبح التونسي يعتقد أن حكم الفرد الواحد هو القادر على حلحلة الأوضاع ومحاربة الفاسدين دون الدخول في صراعات وتجاذبات ومنطق الابتزاز. 10 سنوات من عمر الثورة التونسية كشفت عن إشكال كبير في النظام السياسي الحالي، وأكبر دليل على ذلك الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية الذي حدث ما بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد، وتكرر بين هشام المشيش المقال حديثا والرئيس قيس سعيد. وبالتالي من الواضح أن الإشكال ليس في الأسماء بل في النظام، كما أن هذا النظام يتغير من نظام شبه برلماني إلى نظام شبه رئاسي بحسب تقرب رئيس الحكومة من البرلمان أو رئيس الجمهورية. فمثلا في فترة حكومة الحبيب الصيد كان البرلمان شبه رئاسي نظرا لتقرب الصيد من رئيس الجمهورية الراحل قائد السبسي آنذاك، وفي أحيان أخرى يصبح النظام شبه برلماني، ومثال على ذلك تقرب رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد أو المقال هشام المشيشي من البرلمان. وبالتالي تسبب تقلب النظام من شبه برلماني إلى شبه رئاسي بعدم الاستقرار الحكومي الذي أدى بدوره إلى الفشل الذريع وتفاقم مشاكل البلاد الاقتصادية والمالية وحتى الصحية. المواطن التونسي عاش منذ عام 1956 وحتى عام 2011 في ظل نظام سياسي تداخل فيه دور الحزب مع دور الدولة، وهو الحزب الحاكم منذ عهد بورقيبة إلى نظام زين العابدين بن علي، ثم دخل إلى منظومة سياسية جديدة استحوذ فيها البرلمان على الحكم وأصبح الفاعل الرئيسي وحده في المشهد السياسي، يتحكم في تكوين الحكومات ويسحب منها الثقة متى تغيرت موازين القوى، ويتحكم في تشكيل التحالفات الحزبية ورسم السياسات العامة للبلاد. فكان خروج الشعب يوم 25 يوليو ليقول على ما يبدو لا لهذا العبث. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من تونس السيد محمد صالح العبيدي الكاتب الصحفي. سيد محمد بعد التحية. مرحبا. مرحبا بحضرتك. إلى أين وصلت عملية رصد الفساد التي أطلقها الرئيس قيس سعيد لمواجهة الفاسدين أيا كانت مناصبهم، وإلى أي مدى تنعكس على الاقتصاد بصفة خاصة وعلى الحياة العامة في تونس؟ هي مجموعة من الملفات تم فتحها تقريبا في الفترة الأخيرة مرتبطة أساسا بأعضاء من البرلمان التونسي لهم ضلع كبير في عمليات الفساد التي تمت في البلاد طيلة 10 سنوات، يعني على رأسهم أيضا يوم أمس يعني في آخر حدث أنه النائب لطفي علي، يعني هذا نائب عن محافظة كفرة، تم إيقافه بعد ثبوت تورطه في ملفات فساد مرتبطة بإنتاج الفوسفات في البلاد، ثم أيضا مرتبطة بملفات فساد بنواب ائتلاف الكرامة، يعني هناك 4 بطاقات جلب في حق هؤلاء النواب في مسائل
مرتبطة بالفساد السياسي، وأيضا مرتبطة بملفات أمنية خاصة فيما يتعلق بمداهمة مطار تونس قرطاج في شهر مارس المنقضي. يعني هي مجموعة، هي حرب مفتوحة على كل من أجرم في حق البلاد، كل من أساء للدولة، أساء أيضا للمسار الانتقالي في البلاد في 12 سنوات. أعتقد أن هذه الحرب ستكون فيها كلفة مباشرة على المستوى الاقتصادي، بأنه ربما تعيد الثقة في الاستثمار، ربما تعيد الثقة في الرأسمال الوطني، ثم ربما تعيد الثقة في بين المواطنين. الجميع يعلم أنه 10 سنوات كانت هي حركة النهضة على رأس السلطة في جميع الحكومات، فتحت المجال لرجال أعمال فاسدين، أقامت مصالحة تقريبا مشوهة مع رجال أعمال فاسدين عبر آلية الابتزاز وعبر طريقة الضغط الغير المباشر. يعني اليوم هو مرحلة مكاشفة، مرحلة مصالحة بين التونسيين، لا يكون فيها للإخوان مكان سياسي، ولا يكون فيها أيضا للأذرع الإخوانية التي حمت الفساد يعني مكان. يعني سيد محمد، هناك ملفات عديدة للفساد مفتوحة، يعني ما هي الإمكانات أو آليات الدولة للتعامل معها في المرحلة الراهنة، وخاصة أن كان هناك تصريح للسيد قيس سعيد رئيس تونس أن شبكات الفساد هذه في تونس أطول وأعقد من شبكات تصريف المياه؟ بالضبط، هو انه شبكات الفساد هي يعني ضمن علاقه عضويه بين هربين، يعني بالتالي فانه هي مراكز نفوذ معقده ومركبه، يعني اشتغلت على ضرب الدوله من الداخل، واشتغلت على الاستفاده من امكانيات الدوله عبر مفهوم كبير يعني ترسم والتصق بالاخوان، هو التمكين من الدوله. يعني امكانيات قيس سعيد في هذا الاتجاه هو توظيف اجهزه القضاء، توظيف أجهزة القضاء يعني في فتح كل هذه الملابسات، على رأسها التمويلات الخارجية لحركة النهضة. واليوم أن القضاء التونسي يعني القضاء التونسي بدأ في البحث والتبحيث في مسألة تمويلات حركة النهضة، خاصة في علاقة باللوبيينج، وهذا يعتبر تهريب الأموال ويعتبر أيضا فساد سياسي. بالتالي فإنه قيس سعيد الآلية التي سيعتمدها في محاربة الفساد هو استقلالية القضاء واستقلالية بعض القضاة الذين انفهروا بشكل مباشر في الحرب المفتوحة على الفساد السياسي لحركة النهضة، وليس فقط حركة النهضة وإنما حلفائها في 13 سنوات الماضية. شكرا لك السيد محمد صالح العبيدي، الكاتب الصحفي كان معنا هاتفيا من تونس. عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدين لمشروعات التوسع الاستيطاني الجديدة بالأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية بمدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية. رفض وإدانة فلسطينية بالإجماع لمحاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلية إطفاء شرعية وهمية على انتهاكاتها للقانون الدولي الذي يجرم عمليات الاستيطان التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الرئاسة الفلسطينية عبرت عن رفضها وإدانتها الشديدين لمشروعات التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية. وفي بيان لها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من هذه القرارات الاستيطانية الجديدة، معتبرة إياها مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف، إضافة إلى أنها مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية. يأتي هذا الرفض الفلسطيني القاطع غدا إعلان إسرائيل الموافقة على إنشاء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ولكنها وفي خطوة نادرة ستمنح أيضا تصاريحا لبناء مساكن للفلسطينيين. وتصنف مناطق الضفة الغربية حسب اتفاقيات أوسلو المؤقتة للسلام إلى ثلاثة أقسام، هي ألف الخاضعة للسلطة الفلسطينية بشكل كامل، وباء الخاضعة إداريا للفلسطينيين وأمنيا لإسرائيل، وجيم الخاضعة بشكل كامل لإسرائيل إلى حين التوصل لاتفاق سلام نهائي. وتهدف التصاريح المزمعة لبناء مساكن للفلسطينيين في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في
في حرب عام 1967 إلى درء الانتقادات الأمريكية والدولية على ما يبدو للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي ندد بها الفلسطينيون واعتبرتها معظم الدول غير قانونية. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية. وذكر التحالف إن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف المدنيين تم صدها وتدميرها، مضيفا أنه اتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات. فقد مستشفى رفيق الحريري الجامعي ما يقرب من 30% من طاقمه الطبي، وسط تحذيرات نقابة المستشفيات من إغلاق العديد من المنشآت الطبية تحت وطأة الأزمة المالية. تحذيرات متواصلة في لبنان من زيادة حادة مرتقبة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد وسط الأزمة المالية المتفاقمة التي تهدد الإمدادات الطبية وتدفع الأطباء إلى الهجرة. الأزمة المالية تركت الحكومة اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية بالفعل تكافح من أجل توفير الاحتياجات الأساسية بما فيها الوقود والأدوية في البلد الذي يعتمد على الواردات. وبما أن معظم المستشفيات في لبنان هي مستشفيات خاصة، فقد أصبح تحقيق الأرباح وتأمين الإمدادات الأساسية من الوقود والأدوية أمرين لا يمكن التوفيق بينهما، ما دفع نقابة المستشفيات إلى التحذير من إغلاق العديد من المنشآت الطبية تحت وطأة الأزمة المالية. وقد تفاقم النقص في الإمدادات مع فشل القادة السياسيين في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تشكيل حكومة يمكنها رسم طريق للخروج من الأزمة. أعتقد أن الظروف المعيشية المتدهورة تؤثر على الجميع، وبينهم العاملون في مجال الرعاية الصحية، وأعتقد أنه في النهاية يتعين على العاملين في مجال الرعاية الصحية الحصول على بنزين لسياراتهم حتى يتمكنوا من الحضور إلى العمل، وعليهم العودة إلى منازلهم حيث لا يوجد كهرباء أو ماء لأن المضخات لا تعمل، ولأسرهم احتياجات معينة لا يستطيعون تلبيتها لأن قيمة رواتبهم تقلصت بنسبة 90% تقريبا. في غضون ذلك فقدت العملة الوطنية اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار، بينما ارتفعت الأسعار وهبط أكثر من 50% من السكان تحت خط الفقر، في حين يشهد لبنان طفرة جديدة في عدد الإصابات بكوفيد-19. أعلنت مصادر أفغانية مقتل 45 من عناصر طالبان وإصابة 22 آخرين خلال عمليات عسكرية نفذتها قوات الدفاع وقوات الأمن في أقليم هلمند. في غضون ذلك أفادت مصادر محلية بأن طالبان سيطرت على معظم أنحاء مدينة هرات، ثالث أكبر مدينة في أفغانستان. في تطور جديد للأوضاع في أفغانستان، أعلن مسؤولون أفغان مقتل 45 من عناصر طالبان وإصابة 22 آخرين خلال عمليات عسكرية نفذتها قوات الدفاع وقوات الأمن في إقليم هلمند. المتحدث باسم فايلق مايواند 215 التابع للجيش الأفغاني قال إن قوات الأمن وقوات الدفاع نفذت عمليات عسكرية في مناطق مختلفة بمدينة لشكرجا ومنطقة نهر سراج بإقليم هلمند، أسفرت عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وخمس مركبات تابعة لعناصر طالبان. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى سلسلة من المكالمات الهاتفية المنفصلة مع النظيري الكندي مارك جارنو والألماني هايكو ماس وأمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ لمناقشة خطط الولايات المتحدة للحد من وجودها المدني في أفغانستان.
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن بلاده سوف ترسل قوات إلى العاصمة الأفغانية كابول لسحب أفراد من موظفي سفارتها في ضوء الوضع الأمني المتدهور هناك. As we've said all along. وكما قلنا مرارا فإن الانخراط غير المسبوق لقوات طالبان في الأعمال العسكرية في أفغانستان وما ترتب عليها من أحداث عنف وعدم استقرار كبير أصبح أكثر ما يثير قلق الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن. وعلى هذا أصدرنا التوجيهات لأعضاء السفارة في كابل بمغادرة البلاد منذ 27 من شهر إبريل الماضي، ونحن الآن بصدد تقييم الموقف الأمني لتحديد الطريقة المثلى لضمان سلامة رعايانا هناك. وزير الدفاع البريطاني بان والاس عبر عن قلقه من أن تكون أفغانستان في طريقها لأن تصبح دولة فاشلة وأرضا خصبة لجماعات مسلحة مثل تنظيم القاعدة، محذرا من عودة التنظيم بعد سيطرة طالبان على أكبر المدن الأفغانية. وخلال 8 أيام باتت طالبان تسيطر على الجزء الأكبر من شمال البلاد وغربها وجنوبها، ولم يبقى تحت سلطة الحكومة سوى 3 مدن كبرى هي العاصمة كابول ومزار شريف أكبر مدينة في الشمال وجلال آباد في الشرق. أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون إلقاء القبض على 22 شخصا مشتبه فيهم في حرائق الغابات التي مست العديد من الولايات. ولحد اليوم حد الآن أنا أتكلم فيكم في 22 مشبوه موقوفون وألقي القبض عليهم بمساعدة مواطنين شرفاء أحرار، منهم 11 في تيزي وزو، 2 في جيجل، 1 في عين دفلة، 3 في المدية، و4 في عنابة. وانا ماشيين تحريات مستمرة ونجيبوا ان شاء الله العدالة تقوم بالواجب تاعها، انا متأكد منه. تواصلت جهود إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال الجزائر والمستمرة منذ عدة أيام بمواظرة طائرات من الخارج في اليوم الأول من الحداد الوطنية على أرواح العشرات من الجنود والمدنيين الذين قضوا في الحرائق التي يذكيها ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 47 درجة مئوية. في اليوم الخامس من اشتعال النيران تصب فرق الإطفاء جهودها لإخماد عشرات الحرائق في شمال شرق البلاد وصولا إلى الحدود مع تونس التي تشهد بدورها درجات حرارة قياسية وصلت إلى 51 درجة في القيروان. ويشارك 3000 رجل إطفاء في إخماد الحرائق بمساندة مروحيتين من المجموعة الجوية التابعة للحماية المدنية و6 مروحيات تابعة للجيش، بينما تمكن أفراد الحماية المدنية وقوات الجيش ومتطوعون من إخماد النيران التي أتت على مساحات شاسعة من الغابات، وبدأ سكان القرى الواقعة في المناطق العودة إلى بيوتهم التي فروا منها بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة. وتضم الجزائر أكبر دولة في إفريقيا أكثر من 4 ملايين هكتار من الغابات، وتشهد البلاد حرائق غابات سنويا، وقد أتت النيران عام 2020 على حوالي 44,000 هكتار. وعزى العلماء اندلاع هذه الحرائق ليس في الجزائر فحسب بل في دول البحر المتوسط ودول العالم إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. تعاني عدة دول في العالم كالهند واليابان وتركيا من سقوط الأمطار الغزيرة ما أدى إلى فيضانات أجبرت آلاف الأشخاص على النزوح من منازلهم. بسبب فيضانات نهر الجانج في الهند تم إجلاء الآلاف من الأشخاص من مئات القرى والتي غمرتها مياه النهر والذي تجاوز عتبة الإنذار في جزء كبير من الولاية الأكثر تعدادا للسكان في الهند. ارتفع مستوى مياه النهر 2 متر أكثر من مستواه الطبيعي بعد أمطار غزيرة استمرت أياما عدة في اللهاباد ومحيطها وفي ولاية أوتار.
في تركيا انهمرت أمطار غزيرة على شمال تركيا، لقي على إثرها 10 مواطنين مصرعهم في مقاطعة كاستامونو، فيما قتل شخص آخر في منطقة سنوب، فيما لا تزال البلاد تتعافى من حرائق مميتة. واضطر رجال الإنقاذ في تركيا إلى إخلاء مستشفى يضم نحو 45 مريضا، منهم 4 في العناية المركزة في المنطقة المحيطة بمدينة سنوب الساحلية، حيث ارتفع مستوى المياه في بعض المدن التركية إلى 4 أمتار وفقا للسلطات، وتحولت شوارع بأكملها إلى سيول جرفت السيارات وإشارات المرور. وفي اليابان قالت السلطات أنها طالبت مئات الآلاف من السكان في مناطق ناجازاكي ومناطق أخرى في جزيرة كيوشو بجنوب غرب البلاد بإخلاء بيوتهم تفاديا للفيضانات واحتمالات حدوث انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة. وأظهرت لقطات تلفزيونية مصورة شوارع بأكملها غمرت بالمياه في بعض المناطق في اليابان وانهارا على وشك الفيضان مع هطول أمطار أعلى من المعدل المعتاد في شهر أغسطس خلال 48 ساعة الماضية. وقد أصدرت السلطات اليابانية أمرا بإخلاء من المستوى 5 وأعلى مستوى في بعض المناطق بوسط كيوشو، منبهة السكان لاتخاذ إجراء عاجل لحماية أنفسهم وممتلكاتهم. قتل أكثر من 40 شخصا ولا يزال العشرات في أعداد المفقودين جراء فيضانات غزيرة في الصين بعد هطول أمطار غزيرة على عدة مقاطعات. وأعلنت وسائل الإعلام الصينية عن مقتل 20 شخصا في مقاطعة هابي بوسط الصين، بينما لقى 21 شخصا حتفهم، وتضرر أكثر من 8000 شخص في مقاطعة سوشيان بمدينة سوغو. أعلنت الحكومة الصينية عن تعطيل خطوط الاتصال وأمدادات الطاقة في بعض المحافظات وإجلاء أكثر من 190 شخصا من السكان المحاصرين. في مدينة جنيف أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا حضت فيه الصين على تعزيز تبادل بيانات الإصابات الأولى بفيروس كورونا من أجل التقدم في التحقيق حول منشأ الوباء. وطلبت منظمة الصحة العالمية من كافة الدول عدم تسييس البحث عن منشأ الوباء الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 4,300,000 شخص في سائر أنحاء العالم. أظهرت آخر الإحصائيات أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان في الصين تخطى 204 مليون حالة. ما زال فيروس كورونا المستجد يتفشى في مختلف أرجاء العالم على الرغم من حملات التطعيم والتلقيح ضد الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، فقد أظهرت آخر الإحصائيات أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق في العالم منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان في الصين في ديسمبر 2019 تخطى 204 ملايين حالة بحسب مركز رصد الفيروس في جامعة جونز هوبكنز. ومع استمرار تفشي الفيروس خاصة السلالة دلتا التي ظهرت في الهند أولا، وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى قرابة 4.5 مليون حالة وفاة، بينما تحاول الدول مساعيها من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا عن طريق تقديم اللقاحات والمحافظة على إجراءات الأمن والسلامة ذات العلاقة، مثل الإغلاقات بين الحين والآخر وفرض الكمامات والتباعد الاجتماعي. وفيما يتعلق باللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19، فقد تم تقديم أكثر من 4.5 مليار جرعة في مختلف دول العالم. أما أكثر الدول التي سجلت إصابات بالفيروس منذ ظهوره في الصين فهي الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت ما يزيد على 36 مليون إصابة مؤكدة، من بينها 617,000 حالة وفاة. تليها الهند في المركز الثاني من بينها 430,000 حالة وفاة. ورغم أن البرازيل سجلت قرابة 20 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس فإنها حلت في المركز الثاني من حيث الوفيات، حيث سجلت أكثر من 564,000 حالة وفاة.
أدلى أكثر من 7 مليون ناخب في زامبيا بأصواتهم في انتخابات رئاسية تنحصر فيها المنافسة بين الرئيس الحالي إدغار لونغو والمعارض البارز هاكايندي هيشيلما. أدلى أكثر من 7 ملايين ناخب في زامبيا بأصواتهم في انتخابات رئاسية تنحصر فيها المنافسة بين الرئيس الحالي إدغار لونغو والمعارض البارز هاكايندي هيشيلما. لونغو ومنافسه الرئيسي هيشيلما كان قد أعلن أن هذه الانتخابات تعد اختبار لسمعة البلد الواقع في جنوب إفريقيا باعتبارها ديمقراطية مستقرة. يقول مراقبون أن لونغو يعول على الفوز بالأصوات في هذه الانتخابات بسبب سجله في تطوير البنية التحتية الممولة من الصين بشكل أساسي وتوزيع المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة على ملايين المزارعين. منافس لونغو الرئيسي المعارض هيشيلما البالغ من العمر 59 عاما وستكون هذه المحاولة السادسة في خوض انتخابات الرئاسة في البلاد حيث يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة يروج لخلفيته كرجل للأعمال قائلا إنه سيكون قادرا على جذب الاستثمارات وإدارة الاقتصاد المتعثر بشكل أفضل والقضاء على الفساد المزعوم. ويقول مراقبون أنه سوف يتعين على الفائز في الانتخابات الرئاسية في زامبيا العمل على إنعاش الاقتصاد الذي تعثر في سداد قيمة السندات الدولارية والتي أصدرتها البلاد، كذلك السعي إلى إبرام صفقات للإنقاذ المالي مع صندوق النقد الدولي. مشاهدينا الكرام، نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعض الفاصل. باكستان تجري بنجاح تجارب لإطلاق صاروخ باليستي أرض أرض قادر على حمل رؤوس نووية. ونتحول الآن لمتابعة أهم الأخبار الاقتصادية ومجد القاضي. شكرا لك شروت، أهلا بكم مشاهدينا. أهم ما لدينا: المالية تؤكد مواصلة إجراءات تحفيز الاقتصاد والعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص. مرحبا مجددا. أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة ستواصل إجراءات تحفيز الاقتصاد المصري والعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص. وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري سيخرج من جائحة كورونا أكثر صلابة على ضوء ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات. وأضاف الوزير إن الاقتصاد المصري سجل المركز الثاني عالميا في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها لما قبل فترة كورونا، لافتا إلى أن كل مؤسسات التصنيف العالمية أعلنت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في الوقت الذي قامت فيه بخفض التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبي للنظرة المستقبلية لأكثر من 50% من دول إفريقيا والشرق الأوسط. وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 31 قطعة أرض ب 16 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة. وأشار وزير الإسكان عاصم الجزار إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص 11 منفذا وثلاثة مكاتب تموين بمدينة حدائق أكتوبر تستخدم كمنافذ لبيع السلع الغذائية وصرف السلع التموينية للجمهور. أكد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أن الهدف من إنشاء شركة لتسويق القطن المصري هو زيادة عمليات البيع وتطوير أساليب التسويق. وخلال اجتماعه مع مجلس إدارة شركة إيجيبشن كوتون هاب، أكد الوزير أنه تمت الاستعانة بكوادر من القطاع الخاص في هذه الشركة للتسويق للمنتجات سواء المصنعة من قمصان وفرش أو الوسطية مثل الغزل والأقمشة. كما أضاف أن الوزارة تستهدف بيع 5 أمثال الكميات المباعة حاليا من منتجات الشركات التابعة للقابضة للغزل.
بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة إنفاق على البنية التحتية قيمتها تريليون دولار، انتعشت أمل الشركات الخاصة التي ستقوم بتوصيل الخدمات للمناطق المحرومة. ورغم قوة الشركات الخاصة الأمريكية، إلا أن هناك خدمات تقتضي تدخل الدولة لتوفير بنيتها الأساسية. على الرغم من قوة القطاع الخاص الأمريكي والبنية التحتية الجيدة، إلا أن هناك مجموعة من الخدمات التي تحتاج الحكومة لتوفيرها. الشركة الخاصة وإن كانت نشطة في الولايات المتحدة، إلا أن الأموال الفيدرالية باتت حاسمة لجلب مثل هذه الخدمات بشكل أسرع، وخاصة للمناطق الريفية. القدرة على التقدم للحصول على منح اتحادية لتوسيع البنية التحتية أمر بالغ الأهمية. لقد نفذت الشركات الخاصة نوعا ما من قوتها في هذه المجتمعات الريفية، لم يقوموا بتحديث البنية التحتية. واشنطن رصدت 65 مليار دولار لتحسين خدمات الإنترنت للمناطق الريفية والأسر ذات الدخل المنخفض والمجتمعات القبلية. في الواقع ابني يعمل في أمازون ويود أن يكون قادرا على العمل هنا والبقاء لمدة أطول، ولا يمكنه ذلك بسبب عدم قدرته على إنجاز أي عمل. باستخدام الإنترنت السريع سيكون قادرا على القيام بذلك. كان مجلس الشيوخ أقر مؤخرا خطة يقارب قيمتها 1 تريليون دولار لإعادة بناء الطرق والجسور وتحديث أنظمة الأشغال العامة وتعزيز الإنترنت، من بين تحسينات أخرى في البنية التحتية للبلاد. انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على الخام ومنتجاته تباطأ بشدة، إذ أكبر ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 ونزول خام القياس الأوروبي مزيج برنت 58 سنتا إلى 70 دولار و 73 من المئة للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي 65 سنتا إلى 68.44 من المئة دولار للبرميل. لم يطرأ تغيير يذكر تقريبا على الخامين القياسيين هذا الأسبوع. ارتفعت أسعار الذهب بدعم مخاوف حيال زيادة الإصابات بفيروس كورونا. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1756.61 من المئة دولار للأوقية، إلا أنه يبقى منخفضا 0.4% في الأسبوع. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.7% وارتفع البلاتين 0.1%. أغلقت البورصة اليابانية على تباين مدفوعة بتراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق التي اقتفت أثر نظيرتها الأمريكية. تراجع مؤشر نيكي 0.14%، بينما ربح تابكس على أوسعوني طاقا 0.15%. لكن في الأسبوع التالي حقق نيكي ثاني مكسب على التوالي. ارتفعت الأسهم الأوروبية وتمضي صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بفضل تفاؤل حيال موسم قوي لنتائج أعمال الشركات. صعد ستاكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% بدعم من قطاعي البيع بالتجزئة والسفر والترفيه. حققت ديزني نتائج فاقت التوقعات بين إبريل ويونيو في مجال البث التدفقي والمجمعات الترفيهية على حد سواء. يبدو أن المتحورة دلتا لن يكون لها تأثير كبير على نشاطاتها هذا الصيف. ارتفعت قيمة أسهم ديزني في بورصة وول ستريت محققة رقم أعمال بقيمة 17 مليار دولار وأرباح بواقع 923 مليون بين إبريل ويونيو، في مقابل خسارة صافية قدرها 4.7 مليار دولار في الفترة عينها من العام الماضي حينما واجهت الأزمة الصحية ضربة قاسية إلى متنزهاتها الترفيهية. نهاية أخبار الاقتصاد في النشرة، عودة من جديد للقراءة السياسية مع الزميلة شروات حمدي، فإليك شروات. شكرا لك ماجدة. أعلن الجيش الباكستاني أنه أجرى بنجاح تجارب لإطلاق صاروخ باليستي أرض أرض يحمل اسم غزنوي قادر على حمل الرؤوس النووية. يذكر أن الصاروخ الباكستاني غزنوي الذي دخل الخدمة عام 2012 قادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية حتى مدى 290 كيلومترا. في القاهرة افتتحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج فعالية الملتقى السابع لشباب المصريين الدارسين بالخارج.
بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من الدارسين بالخارج، أطلقت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فعاليات النسخة 7 لملتقى شباب الدارسين بالخارج، حيث تم خلال الفعاليات اختيار 19 ممثلا من الشباب بمركز الهجرة للحوار ليكون بمثابة منصة تجمع أبناء مصر بالخارج. الشباب المسجل في مركز حوار الهجرة، وزارة الهجرة نظمت له الكثير من الزيارات الميدانية واللقاء مع الوزراء والمسؤولين للتعرف على حقيقة الوضع. هم دلوقتي يقدروا ان هم يعني يفسحوا الطريق لهؤلاء الطلبة اللي خارجين يدرسوا في الخارج، ان هم يعرفوهم باللي حصل. النهاردة اعلنت لهم ان يوم 24 اغسطس دكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هتعمل الحقيقة جلسة حوارية معاهم، وبعد كده هوت هنعمل جلسة حوارية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لان الكثير منهم عايزين ان هو خلاص راجع وعايز يبتدي مشروع معين. الحقيقة احنا بنشتغل على طلبات الدارسين في الخارج، ازاي نربطهم بالدولة، ازاي نحميهم من الافكار السلبية والخاطئة عن الدولة المصرية، وازاي ان هم يقوموا بالترويج للدولة المصرية. وخلال الفعاليات أكدت تنسيقية شباب الأحزاب أن تمكين الشباب في الداخل والخارج بات هدفا تسعى إليه القيادة السياسية للاستفادة من خبراتهم العلمية. احنا مهتمين جدا ان يبقى فيه شراكة محترمة، ودي حصلت بالفعل ما بيننا كتنسيقية وما بين وزارة الهجرة، على اساس ان احنا اي شاب دارس في الخارج لازم يعرف ايه المشاكل اللي بتواجه مصر، ازاي قدرت المؤسسة الرئاسية ومؤسسات الدولة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يتغلبوا عليها. بنسمع افكارهم، بنتناقش معاهم، بنناقشهم بلغتهم، بنناقشهم بثقافتهم وفكرهم. الممثلون من شباب الدارسين بالخارج بمركز الحوار أكدوا أهمية تلك المنصة لدعم الطلاب المصريين في جميع أنحاء العالم. احنا عندنا يعني طلبة بتدرس في جميع أنحاء العالم، فمركز الحوار بيربط ما بين كل الطلبة اللي بيدرسوا في كل بلاد العالم وبين الدولة المصرية، وبيقدر ان هو يعمل لهم توعية مثلا للأفكار المغلوطة اللي ممكن ان هم يتعرضوا لها. هتواصل مع الشباب في الجامعات التانية في المجر، مش بس في العاصمة بودابست، لكن في السيتيز التانية، علشان يكون عندهم اكسس اي حد يروح هناك لو عنده مشكلة نحلها له. الحاجة الوحيدة المبسوط منها ان في حد من القادة بتوع مصر هنا بيدعم الشباب وبيوصل صوتهم، بيسمعهم، بياخد بافكارهم. اطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب الدارسين بالخارج من خلال وزارة الهجرة يعد خطوة هامة لدعم هؤلاء الطلاب باعتبارهم سفراء مصر بالخارج. مشاهدينا، نشاطنا مستمر وفيها بعد الفاصل. مطعم ببغداد يعرض وجبات مجانية لمن تلقوا لقاح كورونا لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح. يقدم مطعم في العاصمة العراقية بغداد وجبات مجانية لمن حصلوا على الجرعات الكاملة للقاح فيروس كورونا لتشجيع المزيد من السكان للحصول على اللقاحات. وأكد مدير المطعم أن هذه الخطوة تهدف لتشجيع المزيد من الناس على أخذ اللقاح، حيث يأتي عرض هذا المطعم وسط معدلات تطعيم منخفضة في بغداد ومدن أخرى بالبلاد. وختاما لنشرتنا هذا تذكير بأهم العناوين: مقتل 13 عنصرا تكفيريا في عمليات للقوات المسلحة وسط وشمال سيناء. في خطاب أمام لجنة مواجهة الكوارث الطبيعية، قيس سعيد يقول أنه عازم على تطهير تونس من كل الفاسدين. على وقع إعلان مرتقب لبناء 2200 وحدة استيطانية، رام الله تعلن رفضها لكافة مشروعات التوسع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية. وصلنا مشاهدينا إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.